هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في المعراج؟ وما معنى قوله تعالى قاب قوسين أو أدنى؟ الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج بعينيه، وإنما رآه بقلبه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا، إنما هذا في الآخرة في الجنة، إنما الرؤية لله سبحانه وتعالى تكون في الجنة، يراه المؤمنون في الجنة ويرونه كذلك في عرصات القيامة، فهذا لا يكون إلا في الآخرة. أما في الدنيا فلم تحصل الرؤية لأحد. موسى عليه السلام لما سأل ربه أن يراه، لما جاء لموعد الله له وكلمه الله عز وجل، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه سوف تراني الآية. فلا، الرؤية غير ممكنة في الحياة الدنيا، وليلة المعراج من ذلك، إنما هذا في الآخرة كما تواترت بذلك الأدلة أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة. وأما قاب قوسين أو أدنى فالمراد به القرب، قرب الرسول صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام حينما أوحى إليه بأمر الله سبحانه وتعالى. كان قاب قوسين أو أدنى فأوحى، يعني جبريل أوحى إلى عبده، أي إلى عبد الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ما أوحاه بأمر الله عز وجل. نعم، بارك الله فيكم.